Vas-y. Le microphone, monsieur. اللي داخل في المد والمحاضرة الأولى. فاين. اسحب. فوق مش مني أنا، فوق من بقية المواد الثانية. طيب في عندنا بعض الأمراض كمان موجودة بتصيب القلب، خلاص قد يكون سببها فيرال انفكشن، بكتيريا أو باراسايتس. راح أتكلم عن ذلك. إحنا بدينا نتكلم عن انفكتيف مايوكاردايتس، ومسببات الانفكتيف مايوكاردايتس كان عباره عن ستافلوكوكس اوريس او كوغليز نيجاتيف ستاف، اوكي، وجرام نيجاتيف بكتيريا. وفي عندنا الوكوكسيلا بيرنتاي كمان، اوكي، هاي دكاتره المره الماضيه تحدثنا عليها. انا اليوم حكمل اتكلم عن مرضين او ثلاث امراض حتكلم عليهم مهمين جدا. اهم شيء لازم تعرفوا الفرق بين ديفينيتو مايوكاردايتس والبيريكاردايتس، شو الفرق بينهم؟ تعطي المحاضرة بدأنا اليوم خلاص ولا ايش؟ سلام. فالمطلوب كمان ان تعرف الفرق بينهم الاثنين هذول، وانذر تايب اوف ذا هارت انفلاميشن، اند ريكوجنايز ذا لور كلينيكال فيوتشر والايتيولوجي اند مانجمنت. الايتيولوجي مقصود فيها الاورجانيزم تبعي الامراض. الشيء الاخر كمان بنركز عليها اللي هي هون، اللي هي التعريفات، طريقة العلاج، لابورتي دايجنوسيس. هذا كله كلام طبيعي لازم اذكرها. المريض لما يجيك عندك وعنده هاي الاعراض، شو مطلوب منك تطلب التست اللي تعملها عشان تتاكد انه عنده هذا المرض ولا لا؟ اذا كان بكتيريا لازم تعطي انتي بكتيريا انتي بايوتكس، اذا كان فيرال تعطي انتي فيرال، عرفت كيف؟ اذا فنجس تعطي انتي فنجس، وهكذا كعلاج. تمام؟ فانا هتكلم عن هاي الاشياء. نبدا بالمرض الاول، هو مايوكاردايتس. اذا تلاحظوا هون انا تكلمت ان انفكتيف مايوكاردايتس كان عباره عن انفكشن للفالفز اكثر شيء التركيز كان. مضبوط؟ المحاضره السابقه. مايوكاردايتس هذا المرض هو معناها انه في عندي مشكله في الهارت مسل، صار انفكشن، في دمج للهارت مسل. اوكي؟ انفكشن اور انفلاميشن اوف ذا هارت مسل. إذا الإصابة في الهارت مسلز معناها بسميها مايوكاردايتس. تمام؟ الأعراض اللي بتظهر عند هذا الشخص تشبه الفلو لايك، يعني زي الرشح. أعراض الرشح. اللي هي سنيزنج، رني نوز، أوكي؟ هي أعراض الرشح. إحمرار العين وغيرها. فهي واحدة من الأعراض اللي بتصيب المايوكاردايتس في البداية. تمام؟ من السيمبتومز اللي بتشوفها عند هذا الشخص كمان عنده مايوكاردايتس، انه عنده تشيست بين اند فيبر. عنده فلو لاين، والسيمبتومز الاخرى هي تشيست بين، الم في الصدر، وعنده فيبر. كمان من الاعراض الاخرى اللي ممكن تظهر عند هذا الشخص اللي عنده مايوكاردايتس، انه ليفت فنتريكولار ما بيشتغل كويس، ديسفانكشن. اوكي؟ طبعا هذه العمليه اللي هي الليفت فنتريكولار ما بيشتغل كويس، معناها بس هذا الشخص عنده بريثلنس، ما بيقدر يتنفس، صعوبه في التنفس، اوكي، وعنده بيصير عنده اورثوبينيا. هذول الاثنين عارضين نتيجه الليفت فنتريكولار ديسفانكشن، لا تقوم وظيفتها.
هذه الأعراض بتظهر عند المريض اللي عنده مايوكاردايتس. أنت قدامك هذا المريض عنده هاي كل هاي الأعراض، فبتعرف إنه احتمال كبير إنه عنده مايوكاردايتس. عشان تتأكد لازم تعمل لابوراتوري دايجنوسيس، مايكروبيولوجي تيست، وفي بايوكيمستري تيست، وبتعمل كمان اللون هيماتولوجي تيست. المختبر، ثلاث مختبرات لازم تعمل فحوصات عشان تتأكد إنه عنده مايوكاردايتس وعشان تبدأ العلاج. تمام؟ كل الأعراض اللي قدامي هذا الشخص احتمال كبير عنده مايوكاردايتس. كونفيرمت لازم اعمل له لابوراتوري دايجنوسيس. دائما اللي بيشتغلوا في الطوارئ هاي شغلتهم. شو عندك؟ عندي واحد اثنين ثلاثة، وبعد بصير تفحصه بالسماعة فيزيكال اكزامينيشن. بتكتب في التقرير انه احتمال هذا عنده كذا كذا بناء على المعلومات اللي جمعتها. وعشان تتأكد من هذا الكلام زي ما قلت لكم لازم تعمل لابوراتوري دايجنوسيس. شو تدور ذا؟ هسه بذكر على مش كل مرة الدايجنوسيس. تمام؟ ايش الفحوصات اللي لازم تعملها؟ طيب نيجي الآن مين هم الأورجانيزم اللي بسبب مايوكاردايتس؟ The most common one سبب مايوكاردايتس سببها فعلياً commonly viral infection. سبب الانفكشن تبع الهارد ماسلز أو damage هو viruses. مين هم هذول الفيروسات اللي بيسببوا مايوكاردايتس؟ رقم واحد كوكزاكي بي. هذا نوع من انواع الفيروسات اللي هي احنا بنسميها تبع العائله اسمها انتروفيريداي. احنا عندنا فيروسات كل فيروس له خليه معينه بيهاجمها ومكان تكاثره بيسبب المرض في هذا المكان. تمام؟ عندنا مجموعه واحده بس من الفيروسات لا ينطبق عليها اللي هو اسمه انتروفيروسز اللي هو كوكزاكي بي. هذا تابع له جماعة الانتروفيروسز. هذول بيتكاثروا في الجهاز الهضمي في الميتين السيس في الجهاز الهضمي، وبيطلع من الجهاز الهضمي بروح بهاجم السنترا نيرفس سيستم. فعشان فيها مجموعة اللي هي زي البوليو فيروس اللي بيعمل باراليسيس. بوليو فيروس تابع للانتروفيروسز، كوكزاكي بي تابع للانتروفيروسز. تخيلوا بيتكاثر في مكان ويسبب مرض في مكان آخر. هاي المجموعة هم الوحيدين اللي هو فيها هذه الصفة. احنا دائما في الفيروسات بنكون نتكلم عن شغلة معينة وبعد يطلع لك واحد او اثنين بيحيد عن الموضوع، ما لهمش علاقة. يعني صفاته بتختلف عن بقية الفيروسات. هاي الشغلة الغريبة في الفيروسات اللي ربنا خلقها. اوكي، كوكزاكي بي رقم واحد اللي بيعمل انفلاميشن اوف ذا هارت مسلس وبيعمل مايوكاردايتس، رقم واحد. اللي بعده اذا ما عنده كوكزاكي بي احتمال كبير يكون إبستر بار فيروس اللي بيهاجم بي سيلز. هو تابع للهربس فيريدي. إذا ما عنده إبستنبار فيروس احتمال يكون عنده مابس. إذا ما عنده مابس احتمال يكون باربو فيروس بي 19. ذكر هذه الكلمة اللي سابقا. أو عنده هيومن هربس فيروس نمبر 6. هذا في التسلسل كل هذول بيسببوا مايوكاردايتس. بس في أولويات، مين أول واحد، مين ثاني واحد، مين ثالث واحد. ما فيش أول واحد أبدأ بالثاني، إذا مش الثاني معنى الثالث، وهكذا. كيف؟ الترتيب، نعم. تمام؟ في بعض الناس بيصير عندهم إشي اسمه توكسيسيتي، إنه مايوكاردايتس سببها توكسيك، وجود مواد سامة. إذا فيها توكسيك مايوكاردايتس معناها سببها بكتيريا في الحالة. اللي هو كورنبكتيريوم ديفتيريا بنسميها. اللي هو الديفتيريا. هو سبب توكسيك مايوكاردايتس. أو بمعنى آخر لما يصير فيرال انفكشن هو عبارة عن برايمري انفكشن. فبضعف عضلة القلب. فبيصير الإنسان هذا معرض لشيء اسمه سكندري انفكشن. شو معنى سكندري انفكشن؟ معناها بكتيريا انفكشن. انت لما تروح على الطبيب وانت اي طبيب بتروح وانت عندك فيرال انفكشن بيعطيك انتي بايوتكس. طيب شو دخل الانتي بايوتكس بالفيروسات؟ ملوش علاقه. ما بيعالجوا، ما فيش علاج للفيروسات. لان احنا بنخاف من السكندري انفكشن. بالظبط. هي هاي. السكندري انفكشن عشان احنا بنعطيك انتي بايوتكس عشان بريفنت السكندري انفكشن. هذا المقصود.
فإذا الشخص وصل لهذه المرحلة توكسيك مايكوز معناه احتمال كبير يكون عنده دفتيريا سبب الابتلاء. إذا عنده صار طول المرض ما خدش العلاج وصار عنده كرونيك مايوكاردايتس هذه قد تكون سببها ليتريبونوسوما هاي ذكرناها سابقا كمان أوكي أو كلاميديا. كلاميديا هي عبارة عن بكتيريا بس كلاميديا فيها صفة زي الفيروسات انتراسيلولار بس أنا ما بقدر أعتبرها فيروس كلاميديا ليش؟ لأن فيها دي إن إيه وآر إن إيه تعرفين الفيروسات only one time nucleic acid يا دي إن إيه يا آر إن إيه هاي عبارة عن فيها دي إن إيه وآر إن إيه وبعدها شغلها فيروس رغم أنها بتعيشش إلى داخل الخلايا بتتكاثر داخل الخلايا زي الفيروسات بس فيها دي إن إيه وآر إن إيه وبعتبرها بكتيريا مش فيروس تمام؟ إذن هاي مسببات المايوكاردايتس بس the most common one هو viral infection إذا بتتكلم عن toxic myocarditis وإذا بتتكلم عن diphtheria or secondary infection إذا بتتكلم إن المريض تطور عنده chronic infection فتكون سببها trypanosoma and chlamydia infection بس بالأول بيكون the most common one هو viral مين هم هاي الفيروسات اللي هم ذكروا لهم بالتسلسل نيجي لبرتو دايجنوزيس المريض أجاني عنده مايوكاردايتس شو الفحوصاتنا كطبيب اطلبها للمختبر اللي يعملها عشان اتاكد انه هذا فعلا عنده مايوكاردايتس معنا اي جيس الفحوصات اللي لازم تعملها انه احنا عاده بناخذ بايوبسي اندوكاردير بايوبسي او نيكروبسي يعني بناخذ جهاز زي الميكروسكوبيه اللي بتحطه بتوصل هذا بركض عين ونعمل ديتكشن للفيروس كيف نعمل ديتكشن للفيروس في العينة البيوبسي انه بنعمل شيء اسمه ديتكشن فيرال نيوكليك اسيد هو البي سي ار نعم البي سي ار هاي الطريقه الوحيده لانه انا ما بقدرش اشوف الفيروس اصلا ما بعملها زي البكتيريا زي البكتيريا ممكن اعمل جرام ستين وبشوفها تحت الميكروسكوب او بعمل جيمس ستين وبشوف تحت الميكروسكوب العادي أما الفيروسات ما أقدرش أشوفها بالميكروسكوب العادي لأن حجمها صغير جدا بالنانوميتر بحتاج إلى اسمه إلكترون مايكروسكوب تمام؟ فأنت بتطلب إنه نعمل تيست اللي هو ديتكشن فيرال نيوكليك أسيد باستخدام البي سي آر الطريقة أو فحص الثاني مطلوب للناس اللي عندهم مايوكاردايتس إنه تعملوا إيكوكارديوغرافي تيست هذا إيكوكارديوغرافي ليش أنا بعمل إيكوكارديوغرافي؟ عشان الشيء إذا عنده ليفت فنتريكولار ديسفانكشن ولا لا I detect left ventricular dysfunction باستخدام إيكوكارديوغرافي. جماعة البايوكيمستري لاب بيفحصوا الكاردياك إنزيمز بيفحصوا هذا المركب اللي تروبينز فهذول الإنزيمات تبع القلب والتروبينز تكون مرتفعة high elevated فهذا indication إنه هذه واحدة من indications إنه هذا الشخص عنده مايوكاردايتس عنده مشكلة في القلب واللي بيعملها هو البايوكيمستري لاب يفحصوا لي انزيمات القلب ويفحصوا لي تروبينز عند هذا المريض في هاي العينه فاذا شفتها عالي وهذا واحد بياكد انديكيشن انه هذا عنده مايوكاردايتس تمام المانجمنت كيف نتحكم بالمرضى اللي عندهم مايوكاردايتس اذا كان سببها بكتيريا ما عندي مشكله بعطي انتي بايوتكس تمام بعالج بالانتي بايوتكس بشوف الانتي بايوتكس المناسب يقضي عليه البكتيريا وبعطيها الطريقة الأخرى اللي هي إنه نعمل له supportive of the heart failure treatment. supportive اللي هو زي العلاج الطبيعي العلاج الوظيفي ما بعرف هذه الأشياء اللي هم بيعالجوه أو إشي support القلب إنه ضل ينبض ما يخرب. أما إذا كان والطريقة الأخرى أو الحل الأخير للمايوكاردايتس إنه أعمل له cardiac transplantation. إنه آخذ قلب شخص آخر. هذا في نادر ما يحدث اذا كان نيسيسري في بعض الحالات حالات بعض المرضى خاصه الناس اللي مناعتهم ضعيفه هذا بيقدرش يقاوم اصلا وقد ما تعطي انتي بايوتكس على الفاضي في النهايه بيموت اذا يعني ما اعطيناه كذلك غيرنا قلب يعني من اخر prognosis is usually good in the long term يعني prognosis مستمرة المراقبه والعلاج لفتره طويله لازم تستمر عشان نتحكم في المايوكاردايتس عشان ما تتطورش الامور عنده ويؤدي الوفاه بس افضل حل للناس اللي عندهم مايوكاردايتس
for cardiac transplantation. احنا مشكلتنا في هذا انه ما بلاقي اي يعني ولا مثل اي حدا وحاطي قلب شخص للشخص هذا عرفت كيف مش سهل لازم الاقي متبرع بتلاقي الاف الناس يعني بيستنوا دورهم هذا المايوكاردايتس نيجي للبريكاردايتس الانفكشن هون في مركز اسمها بريكارديا الانفكشن انفلاميشن في مركز اسمها بريكارديا اللي بيصير عند هدول المرضى بعند أكثر شيء واحدة من الأعراض اللي بتظهر عندهم كثير اللي هي chest pain. Okay. وممكن يتطور إلى posture. الشيء الآخر اللي هو اللي بيصير عندهم pericardial fraction, hips أو رب may present يعني ممكن تظهر. Signs يعني الأشياء اللي بتشوفها عند هذا المريض اللي عنده pericarditis لما يجيك للطوارئ وعنده ألم في الصدر من الأعراض اللي بتظهر عنده اللي هو إنه عنده right sided heart failure وهذا سببها هاي الأشياء اللي هون بالإضافة عنده طبعاً هذا السبب right sided heart failure may indicate by significant pericardial effusion سببها يعني تمام سبب رافي كمان نتكلم عن هاي الأشياء اللي هي ممكن تؤدي لهذا الشيء وسبب وجود heart failure إنه في significant pericarditis effusion لو قاعد نتكلم عن أعراض بتظهر عند هذول المرضى على أساس أنت بتقدر إنه هذا عنده pericarditis احتمال كبير عنده بناء على هاي المعلومات إذا موجودة عنده أو هاي الأعراض الموجودة عنده الشيء الآخر إنه لما نعمل ECG لهذا الشخص اللي عنده كارديتس راح تشوف انه هو عنده في عنده global sudden shaped elevation هذا باستخدام الـ ECG عارفين ECG واحد من فحوصات القلب اللي كل خطوط هذا بيطلع عرفت كيف؟ دقات القلب بالفحص الشيء الاخر كمان اذا secondary myocarditis هذا secondary may cause left ventricular dysfunction صار عنده بريكارديتس وصار عنده مايوكارديتس مرة ثانية قد يؤدي إلى left ventricular dysfunction يعني هاي كمان واحد من الأشياء ممكن تظهر عند أشخاص اللي يكون عندهم بريكارديتس وبعدين بصير عندهم مايوكارديتس مع بعض طبعاً الإصابة فيهم اثنين مع بعض يؤدي إلى left ventricular dysfunction بيقدرش يتنفس بصير عنده breath miss هاي كمان أعراض كمان لما تعمل إكس راي الفحوصات بتعمل كمان اكس راي راح تشوف انه في عنده enlargement globular heart وهذا الطبيب اللي هو في قسم الاشياء هو اللي بيكتب في التقرير بتطلع على الصوره بيكتب انه الشخص هذا عنده enlargement globular heart دغري بتعرف انه هو عنده pericarditis بيجيك التقرير هذا كطبيب تمام؟ الان نيجي سبب البريكارديتس لغاية الآن مش محدد لأنه أسبابه كثيرة مش بالضرورة يكون بكتيريال أو فيرال انفكشن أوكي نون سبيسيفيك الإصابة بالبريكارديتس أسبابه كثيرة وقد تكون جرثومية وغير جرثومية هذا المقصود يعني قد يولد الشخص عنده مشكلة في القلب وعنده بريكارديتس هذا طبيعي ربنا خلقه هيك عنده مشكلة لكن في نفس الوقت في ناس بنصاب نتيجة الإصابة بالانفكشن نتيجة الإصابة بعض المايكرو أورجانيزمز هذا المقصود. أوكي؟ فهنا مثلا إذا كان سبب الإصابة بهاي البريكارديا سببها انفكشن فاحتمال يكون فيرال انفكشن زي إبستنبار فيروس، إنتروفيروسز، سايتوميجالو فيروس، CMV، سايتوميجالو فيروس. إذا فيرال انفكشن أولها سكنة فيش ممكن تكون بكتيريا نعم دائما إذا كان في فيرال انفكشن برايمري في فيرال انفكشن سكنة فيش مو بكتيريا نعم هذا نورمال مش إصابة مش سببها ما هو أوريدي هي
نفس خلاص هو مصير فيها ما فيش مشكلة يعني already هي هازت already سببها طبيعي يعني ربنا خلقه بهذا المرض مش سببها بكتيريا أو فيروس. أنا بتكلم الآن لو صار يعني ما كانش عنده إشي وفجأة مصير بالفيروس infection قد يؤدي إصابة بالبريكارديتس. أوكي واللي بيسبب هذا البريكارديتس هم هذول الفيروسات تمام. الشيء الآخر إنه لو تطور المرض إلى مثلا إذا تطور الهيماتوجين سبريد from distant primary infection سببه تبركلوز معنى هذا second infection للفيرال infection. عرفتوا كيف؟ يعني في الأول هو فيرال سببها إذا كان هو organism هو سببها هذا المرض. أنا زي ما ذكرت في الأول زي ما احنا بنحكي عن السرطان مسببات كثيرة. السرطان قد يكون سبب تلوث الجو، تعرض لمواد كارسينجينيك، قد يكون سببها اكس راي، تعرض الأشعة، أسباب كثيرة. وقد يولد الشخص عنده سرطان الموجود في العائلة جينيتكس. عرفت كيف؟ فعناها مسببات كثيرة. نفس الكلام هون هذا الأمراض القلب مش بالضرورة يكون سببها مايكرو أورجانيزمز. عرفت كيف؟ فإذا كان سبب مايكرو أورجانيزمز هنا أنا بتطلع إنه رقم واحد سببه قد يكون فيرال إنفكشن. إذا تطور فبيصير عنده سكندري إنفكشن فبيصير عنده مايكرو تيبيكولوسيس فبيطور المرض تبعه. وإذا تطور أو إنه هذا الشخص عنده نقص مناعة لسبب ما بيصير عنده فنجل إنفكشن. الفنجل إنفكشن ما بيصير إلا عند الناس اللي هم من الكومبرومايز بيشنتس اللي ما عندهم نقص المناعة لسبب ما. يعني ما بيصير الفنجل إنفكشن إلا إذا كان هذا الشخص مناعته ضعيفة. هذا المقصود. تمام؟ فذلك وكانت الفنجل بريكارديتس منتشر أكثر شيء في الناس اللي هم الكومبرومايز إنفكشنز اللي ما عندهم نقص المناعة. طيب إيش الفحوصات اللي بطلبها للناس اللي عندهم بريكارديتس؟ أول شيء اللي هو ناخذ بايوبس عشان نشوف الفيرال أسيد ديتكشن لأن السبب الأول هو فيروس. نتأكد من الفيروس بسبب هذا المرض. العينات ممكن ناخذها اللي هي بايوبسي او نعمل فارينجيال واشنج او ناخذ البراز والفيسز او بيريفيرال او بيريكارديال فلويد اللي هو الموجود السائل حول القلب وبنشوف اذا فيها فيروس او شيء باستخدام البي سي ار. كيف؟ هو السائل بيريكارديال ما راح ناخذ بايوبسي في هذه الحاله بس باخذ بايوبسي في الاول واحد اللي هو المايوكارديتس. هنا باخذ فلويد على السائل تمام. التست الاخر اذا كان هو عنده صار عنده سكندري انفكشن بكتيريا فهنا لازم يزرع يعمل بلوت كلتشر. فبنعمل انفكشن لهي البكتيريا باستخدام الفلويد نفسه هذا بيصير بريكارديال فلويد اند بلوت. اوكي احنا عاده في الميكروبيولوجيين هذا الفلويد بنعتبره أساسي رقم واحد. هذا بركز بخبطه بكل العينات بركز على هاي العينة لأن سحب العينة هي مش بالسهولة بتتم. عرفت كيف؟ مش زي البلود بسحبها من الفينز اللي هون وعادي أمور تمام. لكن بيريكارديال سي اس اف سيريو سباينال فلويد هذا صعب سحبها فهي أولويات نعتبرها ايرجنت. أيوة لأنه أنت رح تطلبها في نفس الوقت لازم ينعمل مع بعض. عرفت كيف؟ إذا كان بس فيرال انفكشن إذا فيرال انفكشن بتعمل كل الفحوصات على أساس إنه كلهم موجودين شو بيطلع معك؟ تمشي عليهم. هذا عنده فيروس معناها عنده فيرال انفكشن. إذا طلع إنه في بكتيريا معناها عنده بكتيريا شو أعطي الأنتي بايوتيك. عرفت كيف؟ أنت ما بتقعد تستنى ولا أعمل التست الأول واستنى شوف طلع نيجاتيف أعمل لي التست اللي بعده ما بستنى. أنا بعمل كل التست مع بعض طلع نيجاتيف خلاص ربنا يعني ما فيش شيء الحمد لله. لكن اذا طلع وحده منهم بوزيتيف انت بتبدا العلاج على هذا الاساس سواء كان فايرال بكتيريال او فنجال. عرفت كيف؟ فانا ما بعمل التست انه كل واحد بالتدرج بعملهم كلهم. اذا ايش؟ على فكره مايكارديتس احنا ناخذ ثلاث عينات هو عشان تبين السيف سايت دو 3 سيتس ذا سيم واي
تبين سيف سايد لازم تعمل هيك. إذا طلبوا ما خلاص انتهت معناها موجودة يعني حلت المشكلة. أنا بدي إياه يطلع ليش؟ لأنه لما يطلع أول مرة بوزيتيف يعني أي وحدة ما بيطلع بوزيتيف دغري بزرعه في البليتس وبعمل أنتي بايتكس عليه وبشوف الأجر بيقطع عليه. وكون هذه العينات نحن بناخذها سي إس إف وبريكاليال فلويد هذا كلهم عبارة عن ستيرايل سبيسيمينز. شو معنى ستيرايل؟ يعني ما فيها شيء اسمه نورمال فلورا. أي بكتيريا بتطلع فيها باثوجينيك. فاهمين شو قصدي هون؟ يعني أي بكتيريا بتطلع فيها باثوجينيك ما بقول عنها والله نورمال فلورا مش هي السبب. ما في شيء اسمه نورمال فلورا في هاي العينات. لا قصدي أي واحد المال الأولى؟ لا ما هي بلود نفس الشيء. ما فيها أي بكتيريا بتطلع باثوجينيك. أنا جاي من ستيرايل أريا منطقة ما فيها شيء اسمه نورمال فلورا. الفم الأنف العين جسم تستنى التراك العينات هاي فيها نورمال فلورا، لكن لما تروح للهارت للبرين ما في شيء اسمه نورمال فلورا. أي بكتيريا بتطلع باثوجينيك يعني هي مسبب المرض. هذا هو مسبب المرض أي كان. تمام. الشيء الآخر لازم نعمله هو إيكوكارديوغرافي عشان نشوف إذا كان في برايت بريكارديوم ميشو برايت بريكارديوم and the presence of pericardial and the presence of the pericardial fluids. في هذا الاثنين لازم نعملهم تست. بتعمل إيكوكارديوغرافي تست لازم تعمل المريض. هاي ثلاث فحوصات تعملها بتتأكد إنه إذا طلع أي شيء أي واحدة منهم بيظهر على يعني ببين إنه بناء على تقديرك أنت لهذا المريض توقع إنه عنده pericarditis فالمفروض هذول الثلاثة أو أي واحدة منهم لازم يتعالج بوزيتيف للبريكارديتس لازم. ما بعمل وحدة لحالي هم الثلاثة مع بعض وبطلبوا اكس راي كمان. أنت بتطلب اكس راي لازم نعمل فحص المريض هذا اكس راي. القلب دائما الرئتين لازم أعملهم اكس راي لدرجة إنه في بعض الأطباء بيتطوروا مو لأنهم يدفع المريض بيعمل له سيتي سكان. عارفين سيتي سكان؟ فبنعمل هاي الأشياء. نيجي للمانجمنت هاو تو كنترول المرضى اللي عنده بريكارديتس. إذا عنده بكتيريا أو فنجر بعطي أنتي بكتيريا أنتي فنجر بعالجه. أنا بستخدم الأنتي فنجر خاصة للمرضى اللي هم عندهم نقص المناعة immunocompromised patient لأن هذا بيقدرش يقاوم في الفطرية بتطلع بتستغل الفرصة فأنا بمنع هذا الكلب بعطي أنتي فنجر. الشيء الآخر إنه في حالة الأكيوت يعني بداية الإصابة بالكارديتس نبدأ العلاج هي الألرجنسية with non-steroidal and anti-inflammatory drugs. non-steroidal اللي أدون فيش فيها steroids أو anti-inflammatory drugs اللي هي ضد الالتهابات زي الكتافلان anti-inflammatory drugs بسموها. أوكي نعطيها نبدأ نعطيها عشان نمنع الالتهابات. ومش بس هيك أنتي إنفلاماتوري بيخفف من الألم، الألم اللي هو لما يصير واحد عنده وجع في المفاصل أو في هذا في القلب أو في الشيست في الصدر، نعطيه أنتي إنفلاماتوري، أنتي إنفلاماتوري بيقلل من الألم هذا، بيحد من الألم، فبيروح الألم هذا، تمام؟ هاي بسمي أنتي إنفلاماتوري دراجز. طبعا هنا بتكلم عن اذا شفت انه المريض اللي قدامك كلينيكالي او فيزيكال اكزامينيشن كل الاعراض اللي عنده بيريكارديتس وانه ايكوكارديوغرافي تيست شو ذات هي هاز بيريكارديتس هنا نبدا ريكوايرد ايمرجنسي بيريكارديو سينثيسيس اللي نبدا العلاج باستخدام هذا بيريكارديو سينثيسيس. هذا اللي تسال فيه الطبيب المختص في القلب يبدا العلاج يعني بسرعه يبدا العلاج لو المريض ما بيتحمل. اوكي أو بدايات يعني إصابات بالبريكارديتس يبدأ العلاج يستنى عليه حتى تتطور الأمور. تمام؟ فهذا البريكارديتس. آخر مرض بدي أحكي عنه اللي هو ميديستيلايتس هذا. أوكي آخر شيء هذا المرض هو واحد من أمراض القلب بس ما بيصير إلا سكندري. شو معنى سكندري؟ يعني ما بيصير أول مرة هو يصير بعد ما يكون الشخص يصيب ببعض الأمراض. يعني يصاب بمرض ما هو عبارة عن primary disease
هذا المرض يؤدي إلى إصابة بهذا المرض اللي هو ميديسنايتس. من أمثلة الأمراض اللي بتبعها هذا المرض هو ميديسنايتس اللي هو الشخص اللي مثلا عمل قلب عمل كارديو ثوراسيك سيرجري، هذا رقم واحد. معظم المرضى اللي عندهم ميديسنايتس بيكون سببها إنه هو عمل كارديو ثوراسيك سيرجري، ده موست كومون وان. إذا ما كانش هذا السبب قد يكون سببها إزوفيجيال أوبريشن. إذا ما كانش هذا قد يكون الشخص قد أصيب بالهيد أند نيك إنفكشن. رقم ثلاثة ولا واحد من الثلاث معناها سبريد فروم أذر إنفكشن. يعني هذا المرض يتبع هذول الأشياء الأربعة اللي ذكرتهم. لا يعتبر برايمري إنفكشن أو برايمري ديزيز، هو عبارة عن سكندري ديزيز يتبع واحد من هاي الأمراض. The most common one رقم واحد هو هذا كارديو ثوراسيك سيرجري، بعدها اللي هو هذا ثالث واحد رابع واحد. يعني بدك تعرف مين المسبب لهذا المرض، واحد من هذول الأربعة. تمام؟ نيجي للمسببات، مش الأورجانيزم. واحد صار عنده إنفكشن، أوكي؟ هنا أسبابه كثيرة طبعاً. إذا كان اسم الأورجانيزم كوزي إنفكشن، سبيكترم يعني عدد كبير من الأورجانيزم يسبب هذا المرض. ما في أورجانيزم محدد، أوكي؟ طبعاً هذا بيعتمد على طبيعة المريض نفسه اللي قدامي، هذا كيف طبيعته، مناعته قوية أو ضعيفة، عنده مشاكل مرضية اللي ذكرتهم سابقاً، قد يؤدي لإصابة بالمرض. لاحظوا مثلا اذا كان هو عباره عن بكتيريا انفكشن سببها. اذا كان ميدل تابع بوست سيرجيكال انفكشن اللي هو رقم واحد، تمام، معناها مسبب ميدلاستس مونو مايكروبيا. مونو مايكروبيا مقصود فيها بكتيريا واحده بس. تخيلوا هاي البكتيريا رقم واحد اللي هي المسببه هنا قد تكون MSSA. MSSA معناها ميتسلين سنسيتيف ستافيلوكوكس اوريس، نسبة الإصابة فيها 45%، قد يكون هو سبب ميديسنايتس. أوكي؟ إذا مش هو ممكن يطلع MRSA، ميتسلين ريزيستنس ستافيلوكوكس أوريس، وهذه نسبتها 16%. إذا ما كانش MRSA قد يكون جرام نيجاتيف باسيلاي، وهذه نسبتها 17%. إذا ما كانش جرام نيجاتيف باسيلاي قد يكون كوغليز نيجاتيف ستاف، وهذه نسبتها 13%، هذا بناء على الدراسات طبعاً. آخر شيء الستريبتوكوكساي 5% قد يؤدي إلى هذا المرض. أنا بس اللي بدي أوضح هون في الفكرة هون إنه إذا كان إصابة بلايستس يتبع البوستيجيكال انفكشن بيكون سببها بكتيريا واحدة، لكن لو كان سببها أوزوفيشيال بيرفوريشن أو هيد أند نيك انفكشن هذول الاثنين هنا حيكون كلها مايكروب، يعني أكثر من مايكروب لازم يسبب للبلايستس، يعني مش بكتيريا واحدة، أكثر من بكتيريا. تمام؟ هنا كلها الميكروبيا. في هاي الحالة بوست سيرجيكال مونو ميكروبيا بسبب الميكروبيتس، البوزوفارينجيال بيرفوريشن أو هيد أند نيك انفكشن عبارة عن كلها الميكروبيا أكثر من بكتيريا. تمام؟ الأمثلة على ذلك مونو ميكروبيا زي البيرد ستريبتوكوكاس مع كيبتو ستريبتوكوكاس كيبتو ستريبتوكوكساي. كيبتو ستريبتوكوكساي عبارة عن جرام بوست بوكساي انيروبيك ينمو في غياب الأكسجين. بيبتوكوكساي كمان نفس الشيء عبارة عن انيروبيك جرام بوزيتيف كوكساي. فيريدنس هذه موجودة في الأسنان في الفم بنتقل ويؤدي لإصابة الميتزانيسيس. ممكن كمان يسبب الميتزانيسيس كولي مايكروبي زي انيروبيك جرام نيجاتيف باسيلاي زي مثلا بكتيروس ميزوبكتيريا بروفيتيلا بروفيرومانس، كل هذول عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي انيروبيك ينمو في غياب الأكسجين. المرض مش فيها اكسجين تؤدي لإصابة، يكونوا كلهم مع بعض موجودين. الفكره هون بدي اوضحها بالنسبه لهذا المرض انه هذا المرض ما بيصير الا سكندري، يعني مش برايمري، مش اول مره مباشره. لازم يكون في مرض اخر او مسبب اخر يؤدي لإصابة الميتسلايزيس. الشيء الاخر كمان لازم تتذكروه، اذا كان سبب الميتسلايزيس سببها بوست سيرجيكال انفكشن يعني عمليه جراحيه اذا كان ذا موست كومن وان، أنا بكون سبب بكتيريا واحدة بس، مونو واحدة بس، وهي بالتدرج منهم المسببات.
أما إذا كان سببها أوزوفيريال بيرفوريشن أو هيد أند نيك إنفكشن فهنا سببها أكثر من بكتيريا، مجموعة بكتيريا مع بعض. عايش بسميها بولاي مايكروب. نعم. إيش هو؟ بناء على الدراسات وجدوا إنه هذا الـ MSS هو أكثر واحد بسبب رقم واحد. MRC بعرف إنه هو ما بقدرش نعالجه لأنه هاي الـ Resistant Antibiotics. بس بتلاقي 1 أو 2 بقدر عليه. النسبة هاي اللي كاتبينها هون إنه كم احتمالية إن تلاقي من 20 مريض إنه سبب المرض عندهم MRSA 19%. هذا المقصود. كيف؟ 16%. عرفت كيف؟ قصدك عشان الرقم لازم يكون هو رقم 2 قصدي؟ بس انه هذا يعني لازم يكون واحد منهم. بس نسبة كم عدد الإصابات بهذا المرض؟ عندي 20 شخص 16% منهم قد يكون MRSA هو السبب. هذا القصد. عرفت كيف؟ بس هنا مستحيل يكون في يعني ما بعتبرهاش تدرج وإنما أعتبرها إنه واحدة منهم هي السبب لهذا المرض، مستحيل يكون مع بعض. عرفت كيف؟ طيب إيش الأعراض اللي بتظهر عند المرضى اللي عندهم ميتوستاسيس؟ هذا بيعتمد على السبب الأول، المرض الأول اللي كان عندهم. فمثلا هو ذكر إنه في حالة الهيد أند نيك إنفكشن يوجوالي بريزنت وذ فيفر pain, swelling, and swelling of the affected site. هذا الناس اللي بدهم الميدلسايتس سببها الهيد اند نيك انفكشن. الناس اللي سبب الميدلسايتس is a fissure perforation may be obvious يعني زي اللي فوق or clinical in apparent. المقصود فيها هنا اللي هو chest pain. chest pain مشترك بينهم كلهم. اوكي؟ وبدل عنده respiratory distress ديسفاجيا في هاي الأعراض كلها. بالنسبة للفيزيكال سيمبتومز عند هذا المريض لما تشوفه يكون قدامك من الأعراض اللي بتظهر عنده اللي هي الفيفر، برايكارديا، كريبتس، إيديما أوف ذا هيد أند نيك. أوكي؟ هاي الأعراض بتظهر الساينز بتظهر قدامك. كمان في مصطلح اللي هو اسمها الشخص اللي حطها اسمه هامل ساين بالنسبة للميديسنايتس اللي هي الأعراض is due to the emphysema of the medicinalis اللي هي أسماء غريبة. اوكي فبدو تعرفوا هاي. احنا ليش أنا بذكر السيمبتومز؟ لأنه أنا قلت لكم أنا أجاني المريض شو عندك؟ عندي كذا كذا، عندي ألم في الصدر مش عارف إيش. طيب تمام بفحصه بالسماعة الفيزيكال إكزامينيشن، بناء على الفحوصات هاي أنت يعني بتقرر احتمال شو المرض اللي عنده. طبعا القرار هذا مش قرار نهائي بيعتبر، إنما هو قرار احتمال عنده. عشان أتأكد من هذا الكلام لازم أعمل له الفحوصات المختلفة أو بعمل له إكس راي أو إيكو كارديوغرافي، كلهم مع بعض لازم تعملهم. بناء على النتائج هاي بتجلس أنت والدكتور المتخصص أو الشخص هذا بناء على هاي المعلومات كلها بتأكد إنه هذا التشخيصي أنا لهذا المريض صح ولا غلط، وعلى أساسه أنا بعالجه. المشكلة الكبيرة إن كثير من الأطباء بيبدأ العلاج بدون ما يستنى، بيموت المريض لأن تشخيصه غلط. قصدي إنه ما تعمل شيء إلا ما تتأكد إنه تشخيصك صح، إنه بناء على الفحوصات هذا المرض بيظهر after 2 weeks من السرجري هذا. أوكي؟ with fever, wound, discharge and chest pain. لاحظوا الشيء الشغلة المشتركة بينهم كلهم في الميديسناتس chest pain. لاحظوا هاي النقطة مهم جدا. إنه الألم في الصدر بيظهر عندهم كلهم. هو صراحة أي حدا عنده مرض في القلب او واحد عنده ستروك دغري بتعرف انه ده واحد من العلامات بتظهر هو تشيست بين. انا في الصدر، انا في هاي المنطقه معروف، هذا واحد من السيمبتومز معروف. تمام.
آخر شيء هو الدياجنوسيس، هو بنعمل بلود تيست ليش لأنه عنده فيفر، بنعمل له تشيست إكس راي، أوكي، وبنعمل له شيء اسمه كمبيوتر توموغرافي ثوراكس اللي هو سي تي سكان. كل هاي الفحوصات بتطلبها عشان تشوف إذا هو عنده فعلاً هذا المرض ولا لا، وبناء على هاي النتائج بتقرر. الكومبليكيشنز المرض اللي بيصير عنده إذا ما تعالج تظهر عنده هاي الأمراض، تتطور الأمراض عنده لهاي الأشياء. هاي المقصود بالكومبليكيشنز إنها بتتطور إلى أمراض أخرى، بيريكاردال فيوجن، كاردال تمبنيت، بلورال فيوجن، بيريتونايتس. يعني هاي الأمراض كلها بتظهر عنده إذا بتتطور إذا لم يأخذ العلاج بسرعة. How we control mediastinum؟ إنه كطبيب أنا كيف بتحكم بالمرض هذا عند هذول المرضى؟ ففي عندي طرق، عدة طرق. إذا سبب أورجانيزم بعالج بالأنتيبيوتكس أو أنتي فايرال أو أنتي باراسيت الموجود حسب شو اللي عنده السبب هذا. طبعا إذا كان مايكرو أورجانيزم بكتيريا فالعلاج يستخدم أنتي بكتيريا أنتيبيوتكس. تمام؟ زي ما هو مكتوب هون إنه عادة في حالة مثلا إذا كان appropriate parenteral antibiotic therapy should be initiated as soon as diagnosis is made. Diagnosis اللي هم ذكرتهم ثلاثة فحوصات اللي طلبناهم طلع positive إنه هذا عنده tinnitus. دغري شو بتعمل؟ إذا كان مثلا مثل organism في هاي الحالة بنعطيه penicillin and metronidazole or clindamycin كعلاج. إذا كان المرض هذا سببها مصدر الهيد and esophageal infection. إذا كان المرض هذا سببها post-operative prostatium فبعطيه vancomycin and meropenem. هاي الأنتيبيوتكس يعني المفضلة في استخدامات في هاي الحالات. لاحظوا هون هذا المرض زي ما تقولوا فيه أشياء غريبة فيها. أولاً مش بقية المرض الأول اللي ذكرته سابقاً هو أول مرة بظهر أو في البداية، لا لازم هو يتبع مرض آخر، هو عبارة عن secondary disease. أوكي؟ الآن إذا حددت primary disease فأنا بعرف secondary disease، لأنه إذا كان مثلا إذا كان surgical فهو mono bacteria، bacteria واحدة سببها لازم تكون. إذا كان esophageal أو neck أو هذا الفم معناها polar معناها أكثر من bacteria سببها. تمام؟ الشيء الآخر إنه أنا على هذا الأساس أنا بحدد شو الأدوية اللي بعطيها. إذا كان هو bacteria واحدة في الحالة أنا بعطيه بكون ميسين أنميتوبيلين، هو عبارة عن بروسوبوليتر. عرفت كيف؟ أما إذا كان بولاي مايكروبيان أكثر من بكتيريا فهي الحالة بستخدم البنسلين مع الميترينيدازول أو مع الكليندامايسين. تمام؟ كعلاج. الطريقة الأخرى اللي هي إنه نعمل اللي هو ترميم اسمه ديبريدون. أوكي؟ ترميم سيرجري. واحدة من الطرق كمان تستخدم كعلاج. بس مستخدم يوزد اللي هو استخدام الانتيبيوتكس بناء على تحديد المرض الاول المسبب لهذا المرض. بس لغايه هون. اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.